إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. السؤال بتاع يا دكتور، هو الحقن والتردد بيقعد قد إيه؟ تمام؟ يعني أعمله كل قد إيه؟ طب هو بيحسن كل قد إيه؟ أولا لازم حضرتك تبقى فاهم إن إحنا مش محكوم علينا بمدة أبدا إلا فقط في المادة الجيلاتينية، المادة الجيلاتينية بتاعت الركبة، ومش محكوم علينا بمدة للألم. يعني المادة الجيلاتينية إحنا بنقول دي مادة جيلاتينية تحمي الركبة 6 شهور، دي مادة جيلاتينية تحمي مش تسكن، تحمي الركبة سنة، دي مادة جيلاتينية تحمي الركبة 2 سنين. أنت حضرتك هتعملها، طب هي هتسكن الوجع 2 سنين؟ لا، ممكن ما تسكنش. طب هي امال انا باخدها ليه؟ انت حضرتك بتاخدها عشان تحمي الركبة بتاعتك، علشان لو ربنا رايد لك ان العظم بتاعك يلتئم من غير ما تحكها تاني، فيبقى عندك مادة بتحمي العظم اللي التئم، فما يرجع لكش الوجع كل شوية. ولو هو ما فيش المادة دي هو مش هيلتئم، لانه هيفضل يحك ببعضه، هيخف ازاي؟ انت بتحط المادة، لكن هل المادة دي هتخليه يلتئم؟ لا، هي هتفصل العظم عن بعضه فتديله فرصة انه يلتئم. فما ينفعش حضرتك تقعد تقول ايه اصلها سكنتني، ما نفعتش، ده انا واخدها 6 شهور يا دوب هم اسبوعين بس. ما هي مش هتسكن لك خالص، هي مش مسؤولة عن التسكين، هي مسؤولة عن الحماية، دي المادة الجيلاتينية. نيجي بقى للتسليك بالقسطرة، التردد الحراري والحقن للفقرات القطنية، الحقن معاملات النمو للركبة، للكتف، اللي هو بشكل عام بقى، ده مش مرهون بمدة. يعني ده مش مرهون بمدة، ده ممكن الأول يجيب نتيجة أو ما يجيبش نتيجة. خلاص جاب مع حضرتك نتيجة، كل ما هتحافظ عليه هيقعد معاك فترة أطول، كل ما أنت مش هتحافظ عليه مش هيقعد معاك فترة أكبر. السؤال بقى اللي بعد كده، احافظ عليه ازاي؟ كان هو ما فيش اي طريقه نقولها لك تحافظ عليه ازاي او ما تحافظش عليه ازاي، لكن عندنا قاعده نقولها لك. عندنا القاعده بتقول لك طول حياتك لو في حاجه بتألمك ما تعملهاش، يبقى انت كده بتحافظ على نفسك. لو في حاجه ما بتألمكش اعملها، انت كده بتحافظ على نفسك. ما ينفعش الدكتور يقول لك اعمل كذا تبقى بتحافظ على نفسك، واعمل كذا انت ما بتحافظش على نفسك. ما عندناش حاجة ممنوعة وحاجة مسموحة، كل حاجة مسموحة بشرط انها ما تجيبلكش ألم، كده انت بتحافظ على نفسك. لكن لو في حاجة انت عارفها احنا مش عايزين نعرفها، ولا اخواتك عايزين يعرفوها، ولا جيرانك عايزين يعرفوها، ولا الدكتور عايز يعرفها، ولا اهلك عايزين يعرفوها، محدش عايز يعرفها، اعرفها انت ايه اللي بيتعبك وما تعملوش. انما اول ما اقوله ايه اللي بيتعبك اعمله، اللي ما بيتعبكش اعمله، واللي بيتعبك ما تعملوش، ولك بص هو اللي بيتعبني انا مش عايز اعرف، ما تحكيليش، انا مش عايز اعرف، اعرفه انت، اعرفه انت. هو انا لما اعرفه هستفيد ايه؟ انا الدكتور لما اعرفه هستفيد ايه؟ تمام، ان لما بعمل كذا يا دكتور بتعب، انت ما تعملوش، كده انت بتحافظ عليه. كده الحقن والتردد الحراري لو ربنا اراد لك ان هو من الاول يجيب نتيجه هيقعد معاك العمر كله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.